أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انتهى بنا البحث إلى هذه النقطة، وهي أنه قلنا أن القرآن الكريم بين بشكل واضح وصريح أن هناك علاقة وميل وانجذاب تكويني بين الذكر والأنثى، ولعل الدراسات الحديثة أيضا تثبت هذا المعنى، سواء في العلوم الإنسانية أو في علم الاجتماع أو في علم النفس، أن هناك نحوا من الانجذاب والميل بين الذكر والأنثى، خصوصا على أساس تلك النظريات التي فقط من باب الإشارة أشير إليها، تلك النظريات التي أشرنا إلى بعضها فيما سبق. العلوم النفسية أيضا تثبت هذه الحقيقة بما لا مجال للشك والريب فيه، أن هناك علاقة وانجذاب وميل تكويني وجودي طبيعي بين الذكر والأنثى. من هنا لابد أن ننتقل إلى المرحلة اللاحقة، وهو تارة يفترض أن الشريعة أو المنظومة المعرفية الدينية تركت ترتيب هذه العلاقة بين الذكر والأنثى لهما معا، أنه أنتم نظموا هذه العلاقة كما ترونه مناسبة، مرة هكذا وأخرى لا، أنه يدخل الدين والمنظومة التشريعية والقيمية، لأنه هنا بعد تنظيم الحالة التكوينية، إذن هي مجموعة من الأحكام الفقهية ومجموعة من القيم الأخلاقية لتنظيم تلك العلاقة التكوينية التي أثبتناها في مراتب سابقة، أيضا لا أتذكر الآن في أي درس، ولكن واحدة من أهم الدروس التي وقفنا عندها سابقا في الدرس 219 مولانا، يعني دور الذكر والأنثى في النظرية القرآنية رقم 10، قلنا أن هناك مجموعة من الأصول. الأصل الرابع أن هناك منظومة من التشريعات والقيم الأخلاقية لتنظيم العلاقة بين الذكر والأنثى التكوينية. هنا تتجلى لنا ظاهرة ماذا؟ ظاهرة الزوجية بالمعنى الفقهي والتشريعي، ظاهرة الزوجية، يعني أن توجد تتكون أسرة، وهذه الأسرة مكونة من عنصرين أصليين وهما الذكر والأنثى. تنظيم العلاقة فقهيا بين الذكر والأنثى، كيف مولانا تنظيم العلاقة؟ يعني أولا أن القوامية لمن؟ للذكر. النفقة على من؟ على الذكر. تدبير شؤون الأسرة على من؟ للذكر. النسب إلى من ينتسب؟ إلى الذكر. الطلاق وفسخ هذه العلاقة القائمة بين الذكر في الأسرة، يعني هذا المجتمع الصغير، تخريب هذه العلاقة أو نقض هذه العلاقة بيد من؟ بيد الذكر. وهكذا الحضانة، حضانة الأولاد بيد من؟ بيد الذكر، يعني بيد الأب لا بيد الأم، وهكذا
عشرات بل مئات الأحكام، مسألة النشوز، مسألة التمكين، مسألة الطلاق، مسألة الزواج، مسألة الخلع، مسألة عشرات مئات الأحكام الشخصية لتنظيم الأسرة. هذه قائمة على ماذا؟ قائمة على ذلك الأمر التكويني، لتنظيم ذلك الأمر التكويني بين الذكر والأنثى. الآن السؤال، وهو أن هذه الأسرة أو هذه الأحكام أو هذه القيم التي أشار إليها النص الديني أو النصوص الدينية، هل هو الطريق الوحيد التكويني؟ يعني لا بديل عن هذا، هي النموذج الأمثل والأحسن تكوينا، يعني أن تكون القوامية بيد الذكر لا بيد الأنثى. هذا أمر ماذا؟ مرتبط بالتكوين، لا أنه أمر اتفاق بين الطرفين حتى يستطيع أن ينقله إلى من؟ إلى الطرف الآخر. أن يكون قرار الطلاق بيد من؟ ها؟ بيد الذكر. هذا أمر طبيعي مرتبط بالتكوين، لا أنه أمر بإمكانه أن يحول ماذا؟ أن يحول ذلك إلى من؟ إلى المرأة. لا، ليس الأمر كذلك. هنا يوجد اتجاهان كما أشرنا. الاتجاه الأول يقول بأن تكوين الأسرة ضمن هذه الضوابط، طبعا هذا الأصل أيضا لا تنسوا، وهو أنه مثل السيد الطبطبائي يعتقد أن كل هذه الأحكام منشأها ما هو؟ منشأها التكوين، ومنشأها الفطرة مرارا وتكرارا. السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه يؤكد هذا المعنى في مواضع متعددة. شوفوا، انظروا، هذه من المواضع التي يؤكد عليها في الميزان في تفسير القرآن المجلد الثاني صفحة 232، يقول: حيث بنى الإسلام شريعته على أساس الفطرة والخلقة. هذا الذي بالأمس قلنا أن هذا كيف ينسجم مع ماذا؟ مع أحكام زواج المحارم في عصر آدم وحرمة زواج المحارم في عصر آخر. إذا كانت تشريعات الدين كلها فطرية تكوينية، إما ذاك تكويني وإما هذا تكويني، ولا يمكن أن يكون كلاهما ماذا؟ كلاهما تكويني. ذاك تكويني وهذا أيضا تكويني. بالأمس تتذكرون بعد قرأنا للأعز أن زواج المحارم تكويني أو غير تكويني مولانا؟ أي منهما؟ بلي 145، جيد جدا. يقول: والقول بأنه على خلاف الفطرة وما شرعه الله لأنبيائه الدين الفطري كذا فاسد. ليس الأمر كذلك. يعني مسألة زواج الإخوة بالأخوات وأخوات بالإخوة، يعني زواج ماذا؟ زواج المحارم. في النتيجة هذا التشريع فطري. الآن احنا في الشريعة الإسلامية ماذا عندنا؟ ها؟ لا موجود حرام أو ليس بحرام؟ حرام. سؤال سيدنا، هذا الحكم فطري أو ليس بفطري؟ أي منهم؟ فإن قلت ليس بفطري، كيف تقول بنى الإسلام شريعته على أساس الفطرة والخلقة؟ وإن قلت فطري، ها، هل الفطرة تختلف مولانا؟ يعني فطرة أولاد آدم تختلف عن فطرة ماذا؟ ها؟ هل الأمور الفطرية ثابتة أو متغيرة؟ أي منهما؟ هذا لا أقل، جناب الشيخ يقول ثابتة، هسه إن شاء الله في بحث الحداثة وما بعد الحداثة يتضح أنه يوجد ثابت أو لا يوجد ثابت، هذا بحث آخر. يعني هذا الخلاف الموجود بين الاتجاه التقليدي والاتجاه غير التقليدي.
التفتوا لي جيدا. إذا قلت بالأمس أنه يوجد تهافت في بعض كلمات السيد العلامة، وهو أنه إما زواج النكاح المحارم فطري أو ليس بفطري، فإذا كان فطريا بعد لا يختلف من زمان إلى زمان آخر، وإن لم يكن فطريا فأيضا كذلك. أما هو يقول لا، ليس الأمر كذلك أعزائي، بشكل واضح وصريح قال: والدليل على أن الفطرة لا تنفيه من جهة النفرة الغريزية تداوله بين المجوس، هذا خير شاهد على أنه فطري أو ليس بفطري، وإنما هو حكم اعتباري لا علاقة له بالفطرة والخلقة. جيد، على يلحو. بناء على هذا الأصل تفتو جيدا، إذن أن يكون الذكر هو القوام هذا أمر ما هو؟ يعني عندما جاء الشارع وقال أن الرجال قوامون، هذا منشأه ما هو؟ منشأه التكوين، منشأه الفطرة، منشأه ماذا؟ الخلق. ما أدري واضح ولا؟ أن الطلاق بيد الرجل هذا منشأه ماذا؟ الفطرة. أنه أساسا النساء ناقصات العقول منشأه ماذا؟ الفطرة. أن إلى آخره، إلى آخره. ولهذا هو بشكل واضح وصريح أعزائي في صفحة 217 أعزائي يقول في ذيل قوله الرجال قوامون على النساء، في صفحة 217 من المجلد الرابع يقول: إنما هو تفضيل في التجهيز، في التجهيز التكويني، ها مو في التجهيز الاعتباري، يعني جهز الرجل بما يجعله مؤهلا لأن يكون ماذا؟ هو القوام، هو المدبر، هو إلى آخر القائم. هذا عندما يقول تجهيز مراد من التجهيز ما هو؟ التجهيز التكويني، يعني أعطي من الإمكانات التكوينية والوجودية اللي هم يقولون العقلانية بما لم تعطى ماذا؟ الأنثى. إنما هو تفضيل في التجهيز بما ينتظم به أمر الحياة الدنيوية، أعني المعاش، أحسن تنظيم. إذن أفضل نموذج أسروي ما هو؟ أن يكون التدبير بيد الذكر لو بيد الأنثى؟ الإسلام يقول بيد الذكر. أن الانتساب يكون إلى الذكر لو إلى في المجتمع، إلى الذكر لو إلى الأنثى. الحضانة تكون بيد ما. طبعا قد يوجد استثناء وهو أن الأب كذا وكذا، ولكن دعني أتكلم القاعدة العامة لا الاستثناءات. ويصلح به حال المجتمع إصلاحا جيدا، لأن النواة الأولى للمجتمع من؟ هاي النواة الصغيرة، المجتمع الصغير الذي هو الأسرة، أليس كذلك؟ فإذا صلح هذا وكان على أحسن نظام، أحسن النظام ما هو؟ هذا الذي قاله، هذا الذي قاله الإسلام في تشريعاته وقيمه. عند ذلك المجتمع يكون ماذا؟ أحسن مجتمع. وبه يصلح ويصلح به حال المجتمع إصلاحا جيدا، وليس المراد يقول، لكن هذا ليس الخلط بينه وبين ماذا؟ وبين الكرامة التي قالت الآية: إن أكرمكم عند الله. فإن الأفضلية هنا بما فضل الله بعضهم على بعض، غير مسألة ماذا؟ الأقربية عند الله. واضح صار؟ ولهذا يريد أن يميز، وليس المراد به الكرامة التي هي الفضيلة الحقيقية في الإسلام، وهي القربى والزلفى من الله. فإن الإسلام لا يعبأ بشيء من الزيادات الجسمانية التي لا يستفاد منها إلا للحياة المادية، وإنما هي وسائل يتوسل بها لما عند الله. فقد تحصل من جميع ما قدمنا أن الرجال فضلوا على النساء بروح التعقل، وبه استحقوا ماذا؟ ماذا استحقوا؟ القوامية، وللرجال عليهن درجة، ومسألة القضاء، ومسألة الولاية، ومسألة وهكذا وهكذا، إلى عشرات الأحكام.
ما أدري واضح صارت الرؤية. وهذا تكويني وليس أمرا ماذا؟ وليس اعتباري حتى يمكن ماذا أن ينتقل نقول ضمن هذه الظروف الاجتماعية والفكرية يكون هذا، وضمن هذه الظروف الاجتماعية يكون ماذا؟ يكون ذاك. فإذا الإسلام ده يعطيك ماذا؟ يعطيك نموذج للمجتمع الصغير الذي هو الأسرة. ماذا النموذج؟ ما هي مواصفاته؟ هذه مواصفاته، أن تكون النفقة بيد من؟ بيد الذكر. أن تكون إدارة الأسرة بيد من؟ وهكذا وإلى آخره. ما أدري واضح صار هذا. وهذا هذا المعنى الذي أشرنا إليه هو الذي بينه الشيخ المطهري مولانا. الشيخ المطهري مولانا في عندما يأتي إلى هذه المسألة في كما قلنا نظام حقوق زندر إسلام مجموعة الآثار المجلد 19 صفحة 163 يقول آية زندگی خانوادگی طبيعي است يا قرار دادي. يعني شنو زندگی خانوادگی؟ يعني ضمن هذه ها ضمن هذا النموذج اللي الذكر هو ها هو الأصل، هو 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 إلى آخر باقي الأحكام الفقهية، باقي القيم ماذا؟ الأخلاقية. هذا أمر ما هو طبيعي. در مقالي بيش قفتم كدر باري زندقية اجتماعية إنسان، يقول احنا في النظرية الاجتماعية قلنا يوجد اتجاهان، اتجاه نظريتان، نظرية تعتقد أن الإنسان طبي اجتماعي ماذا؟ بالطابع، يعني يطلب الاجتماع بحسب وجوده ماذا؟ التكويني والطبيعي. هاي نظرية. في المقابل أن ولهذا سمي مدني بالطبع. لأنه بعض قال ماذا؟ يقول لا، أن الواقع الاجتماعي ليس طبيعي، ولكن الحاجة اضطرته إلى ماذا؟ ها؟ إلى الاجتماع. وإلا لو توفرت الحاجة من محل آخر فهو يجتمع مع الآخرين، أو يعني يشكل المجتمع أو لا يشكل، لا يشكل المجتمع. يقول برعكس بعض ديگر برعكس زندگی اجتماعية أمر قرار داري ميدانا كإنسان باختيار خود وتحت تأثير عوامل إجبار كنندي خارجي نا عوامل دروني وجودي تكويني أمر انتخاب کرده است. إذن في المجتمع وفي تكون المجتمع لا أقل توجد ماذا؟ نظريتان. نظرية تقول أن الإنسان بحسب طبعه التكويني يريد الاجتماع مع الآخرين، أصلا مدني بالطبع هو، ومراد من الطبع يعني طبيعته الوجودية. وأخرى تقول لا، هذه قضية ها اتفاق، قضية اتفاقية، أنا أتفق معك أنه نكون مجتمع، ذاك يقول لا لا نحتاج إلى مجتمع. سؤال، التفتوا جيدا، سؤال، يقول هذا المجتمع الصغير أيضا توجد فيه نظريتان أو لا؟ ما أدري واضح صار؟ يقول الجواب لا توجد إلا نظرية واحدة، وهي أنه مدني بالطبيعة والتكوين. يعني شنو مدني؟ يعني أنه لابد أن يشكل الأسرة، وأفضل طريقة لتكوين الأسرة ما طريقة؟ هذا الذي قاله الإسلام. ما أدري واضح صار. در باب الزندقية خانوادقية چطور في تكوين الأسرة وهذه وهذا المجتمع الصغير الذي هو يكون من ذكر و ها جعلناكم شعوبا وقبائل لي تعارفوا، خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. آية در إنجاد دو نظر است، هل أن أيضا توجد هو نظريتان، نظرية تقول مدني بالطبع ونظرية تقول لا هي قضية ماذا؟ عقد اجتماعي. خير أبدا، هنا لا توجد إلا. ولهذا إن جاء يق نظر بشتر وجود ندارد، وهو ماذا؟ زندگی خانوادگی بشر صدر صد طبيعي است. ما أدري واضح؟ زندقية ماذا؟ خانوادقية يعني ماذا؟
يعني تكوين الأسرة بوجوده التكوين يريد يكون ماذا؟ يريد يكون أسرة. إذن كل هذه المجموعة الأحكام منشأها ماذا يكون؟ الطبيعة والتكوين. هذا الذي أشار إليه السيد الطبطبائي، قال بأنه أساسا أحكام الشريعة منشأها ماذا؟ الفطرة والتكوين. بهذا المعنى يعني إنسان طبيعة منزلية فريدة شده است. الإنسان بطبيعته خلق ماذا؟ خلق ماذا؟ يريد تكوين الأسرة ضمن هذه الضوابط. فرضا در طبيعي بودن زندگی مدني إنسان ترديد كنم، در طبيعي بودن زندگی منزلي يعني زندگی خانوادگی اون نمی توانیم ترديد كنم. إذا أمكن أن نتردد ونشكك في أن الإنسان مدني في الطبع في المجتمع الكبير، فلا يمكننا أن نتردد أو نشكك في أن الإنسان خلق أسريا إن صح التعبير. ما أدري واضح صار؟ يعني خلق بطبعه يريد تكوين الأسرة. هم چنان كبسياري أز حيوانات، يقول وشاهد على ذات، أنت اذهب إلى عالم الحيوانات أيضا تجد هذا المعنى موجود. حساب الزندقية خانوادقي الزندقية اجتماعي جداس. لا تقس المجتمع الكبير المجتمع الصغير على المجتمع الكبير. المجتمع الكبير فيه نظريات متعددة، ولكن المجتمع الصغير الذي هو الأسرة فيه لا توجد إلا نظرية واحدة. در طبيعة تدابيري بكار برد شده كطبيعة إنسان إلى آخره. قرائن تاريخي، هسم يقول والشاهد على ما نقول، أنت اذهب إلى التاريخ تجد على مر التاريخ الإنساني أنه ماذا؟ ها؟ أنه كان يشكل شنو؟ الأسرة. يقول قرائن تاريخي دوري را نشان نميدهد كدر اون دور انسان فاقد زندگي خانوادگي باشد ابدا. دائما على مر التاريخ له ماذا؟ اسرة. يعني زن و مرد منفرد از يك ديگر زيست كنند ويا رابطه جنسي ميان افراد صورت اشتراكي وعمومي داشته باشه. يقول انت انظر الى تاريخ الانسانيه لا تجد بانه الرجل لا يميل الى الانثى، او الانثى لا تميل الى الذكر، او لا يشكلون الاسره، بل يشكلون الاسره، التفت، ويشكلون الاسره على هذا النحو، مو يشكلون الاسره على نحو اجتماعي، يعني خمسة من الذكور توجد ماذا؟ ها؟ خمسة من الإناث. أما أنه لكل ذكر أنثى خاصة، التفت جيدا، يقول هذا غير موجود. بس أنا ما أدري هذا كل هاي المدعيات كيف أثبتها، ولكن دي أدعيها، لأنه في التاريخ ذاكرين في بعض مراحل التاريخ أنه الأسرة كانت موجودة، ولكن كانت أسرة ماذا؟ اشتراكية. ها؟ اشتراكية أو شياعية. يعني بيني وبين الله أكو 15 رجال في هاي القرية، أو 5 رجال في هذا البيت، و5 نساء. هسه هالليلة مولانا هاي النساء ويا هذا، غدا هذه المرأة ويا رجل آخر، والرجل مع هذه المرأة غدا مع مرأة أخرى وهكذا. هذا عندما يقول هذا المعنى، يقول يا رابطي جنسي ميان افراد صورته اشتراكي وعمومي داشته باشد، يقول هذا لا يوجد في تاريخ الانسانيه. زندقيه قبائل وحشيه عصر حاضر كنمونه الزندقيه بشر قديم بشر مملكه، نيس شنين نيست هو ما يعتقد هسه منين. زندقيه بشر قديم خاب صورته مادر شاهي وخاب صورته بدر شاهي، مع مقصودي ماذا؟ ها؟ يعني قوامية الرجل أو قوامية الأنثى. يقول شكل خانوادقي داشت جيد. السؤال المطروح، التفتوا لي جيدا، خلي ذهنكم، هذا اتجاه، هذا اتجاه.
الآن مو في السؤال أنه يوجد ميل لتشكيل الأسرة أو لا يوجد. التفتوا إلى المغالطة. السؤال: هل يوجد ميل لتشكيل الأسرة على هذا النحو أو لا يوجد؟ ما أدري قدرت أو شوفوا، إحنا في البحث السابق قلنا لا إشكال تكوينا يوجد ماذا؟ ها، ميل تكويني للذكر إلى الأنثى والأنثى إلى الذكر، هذا ما هذا هذا ثابت وعلميا ثابت وقرآنيا ثابت، ما في كلام في هذا، ووجدانيا ثابت. إنما الكلام أين؟ أنه عندما يريد أن يحقق هذا الميل يحققه من خلال ها علاقة كيفية خاصة أو لا. افترض قبلنا ماذا؟ يحققه من خلال علاقة خاصة وكيفية خاصة، ولكن هذه الكيفية الخاصة هل هي تكوينية أم أنها ماذا؟ اعتبارية، مو تشريعية، اعتبارية. تشريعية كله تحت تشريع. أعزائي احفظوا الألفاظ ودققوا عندما تتكلموا. التفتوا كلام التشريع هل منشأه التكوين أو منشأه الأمور الاجتماعية، أي منهما؟ وإلا الفقه كله ما هو؟ هو تشريع. شنو الفقه؟ تكوين مهلان. والفقه ما هو؟ تشريع. ولكن تشريع ما هو منشأه؟ هل هو منشأه الاتفاق الاجتماعي كما أنه في قوانين المرور؟ الآن قانون المرور مولانا هنا في إيران بشكل، أو في هذا البلد بشكل، وفي بلد آخر بشكل، هذا منشأه تكوين؟ لو منشأه ماذا؟ هؤلاء وجدوا بحسب وضعهم أن هذا النظام المروري أفضل ماذا؟ من نظام مروري آخر. تأتي القضية، هل كيفية تكون الأسرة بهذه الشرائط؟ يا شرائط، شرائط أن الذكر هو قوام، أن الطلاق بيده، أن النفقة بيدي، أن إلى آخر القائمة، هل هذا منشأه تكوين أو منشأه ما هو؟ تاريخ واعتبار، أي منهم؟ سيد المطهري ماذا قال؟ قال منشأه الطبيعة والتكوين. ولكن هذا الكلام من الشيخ المطهري، من العلامة المطهري رحمة الله تعالى عليه، أنا أتصور في قبل 40 و50 سنة هاي الأبحاث التاريخية إلى الآن لم تكن قوية بهذا المعنى الذي الآن توجد. في قبال هذا الاتجاه يوجد اتجاه من آخر، وهو يقول أن شكل ترتيب العلاقة بين الذكر والأنثى وكيفية تكون الأسرة هذه قضية ماذا؟ قضية تاريخية، قضية اجتماعية، قضية ثقافية، قضية ماذا؟ مرتبطة بشرائط معينة. فإذا تبدلت تلك الشرائط العلاقة ماذا؟ ها؟ وكيفية ترتيب العلاقة ماذا؟ ها؟ تتغير أعزائي. يعني أضرب لك مثالا صغير جدا صغير، إلى قبل 50 سنة، إلى قبل 30، إلى قبل 100 سنة، في الأعم الأغلب أنت كنت تريد أن تكون الأسرة، أنت تختار لو العائلة تختار إليك. ها؟ أصلاً أنت لا تتدخل. نعم، أقصى ما يكون على أفضل التقارير أنت مولانا شنو تستطيع مثلا تراها دقيقة أو دقيقتين مولانا، أكثر من هذا ماكو، الشرع أجاز إلى هذا، وإلا منو لابد يوافق مولانا؟ ها؟ الأبوين، على أقل الأبوين هم الذين يختارون لك، مو أنت ماذا تختار. صحيح ولا لا؟ الآن دلني شاب في هذا العصر مولانا عند استعداد أن الأبوين يذهبون ويختارون شنو؟ يقول إذا ما أجلس معها وأتكلم معها وأعرف ثقافتها وأعرف ماذا تريد وماذا تريد مني وماذا أريد. ولهذا الآن متعارف ده يصير أنه يعقدون عقدا
منقطعا شهر شهرين ثلاثة حتى يتعرف أحدهما على الآخر، وبعد ذلك يقول أحدهما على الآخر إما نعم وإما ماذا. وهذا طبيعي، وهذا طبيعي. لماذا؟ يقول لأنه أنا عمر أريد أتزوج، ما إلى معنى أنت تنتخب لي. لماذا لم يكن هذا؟ أنا فقط أريد أبين الكيفية، كيفية الزواج هذا مو كيفية ماذا؟ كيفية تكون الأسرة. التفت جيدا. سابقا إن شاء الله بعد ذلك هذا، وهذا من أهم الفروق بين الاتجاه التقليدي لتكوين الأسرة وبين الاتجاه الحداثي لتكوين الأسرة. الآن واقعا أهم ملاك للشاب والشابة لإيجاد هذه العلاقة النظر إلى أنه والله إن شاء الله نثقل الأرض بكلمة لا إله إلا الله لو توجد تلك العلاقة الإحساسية والعاطفية بينهما. أي منهما يبحثون عن ماذا؟ ها؟ يبحثون عن هذاك البعد قربة إلى الله، ثواب يصليهم ركعتان يصليهم هكذا. نعم المتدين قد هذا ما يخطر في ذهنه، ولكنه الأصل. أنا دا أتكلم الثقافة الموجودة الآن، الثقافة الموجودة مو لتكثير الناس أبدا. والشاهد على ذلك أنه بيني وبين الله سابقا كان يسوي 12، الآن واحد ونص ما يسوي. يقول أو لاش نسوي فيه إحنا. أنا أريد أقول ما إذن كيفية العلاقة بتغير الظروف جسر مولانا ثابتة لو تتغير. إذن لماذا تبقى الأحكام ثابتة؟ ما أدري نستطيع أن أوصل المطلب إلى الأعزاء. إذن الاتجاه الثاني، الاتجاه الذي يعتقد أن هذه الأصول وهذه المباني الفقهية وهذه القيم الأخلاقية اللي الآن فقهاءنا دي يقولوها لتنظيم الأسرة، هذه ليست تكوينية بل هي ماذا؟ ليست مناشئها وجذورها تكوينية بل هي ماذا؟ ها؟ بل هي ثقافية فكرية تاريخية. إذن ثابتة لو متغيرة؟ متغيرة. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الأعزاء. وهذا الاتجاه إجمالا يشير إليه وموجودة في دراسات، بس باعتبار هذا الكتاب يتوفر عند الأعزاء عند نقد برقراءة رسمية أز دين محمد مجتهدة شبستري فقه إسلامي وحقوق زنان في صفحة 502. السؤال هذا يقول الآن هناك فروق كثيرة من الناحية الفقهية والقانونية بين الذكر والأنثى في الطلاق والحضانة والرياسة والحكمية والإرث. نريد أن نسأل هذا السؤال، وهو أنه ما هي الأسس التي استند إليها الفقهاء لتنظيم الأسرة على هذا الأساس؟ هل الأسس التي استندوا إليها تكوينية طبيعية أم الأسس التي استندوا إليها ما هي؟ ها؟ ما هي؟ اعتبارية تاريخية. أي منهما؟ هنا يقول يوجد ماذا؟ اتجاهان. الاتجاه الأول وهو أنه يعتقدون أن هذه الكيفية لتنظيم الأسرة هو الوضع الطبيعي للأسرة. يعني احنا اذا اردنا ان ننظم الأسرة على أسس طبيعية تكوينية وجودية لابد ان ننظمها بهذه الطريقة. يعني ماذا؟ يعني القوامية بيد من؟ بيد الذكر. يعني الطلاق بيد من؟ بيد الذكر. يعني الحضانة لمن؟ الولاية لمن؟ للذكر. وهكذا. هذا هو الوضع الطبيعي بمقتضى تكوين الذكر والأنثى. واضح صار؟ وعلى هذا الأساس وإذا وجدت في مجتمع، إذا ذهبنا إلى مجتمعات وجدنا لا يسلكون هذه الكيفية في تنظيم الأسرة فهو شذوذ اعتباري لو شذوذ تكويني. لا تكويني،
شذوذ عن التكوين. اي بلي بلي، شوفوا، وعلى هذا الاساس التفتوا درئن صوره نظام خانواده با سایر ساختارها تثبیت شده که در جهان آفرینش وجود داره. هذا كلام الذي قرأناه عمن؟ عن شيخ المطهري. خودش را هماهنگ میکند. اذن هذا النظام الاسري منسجم مع النظام التكويني العام، يعني هي حلقة في سلسلة تكوينية. وعلى هذا الاساس بدين ترتيب شكل هاي ديگر روابط ميان الزن ومرد ونظام خانوادرة انحراف از نظام طبيعي خانوادة تلقي ميگردد. اذا انت الان من تذهب الى المجتمعات الغربية وتجد ان تنظيم العلاقة بين الذكر والانثى بنفس الطريقة التي يقولها فقهاؤنا في الحوزة العلمية لو بطريقة اخرى، يقول هذا شنو هو؟ هذا انحراف تشريعي لو انحراف تكويني عن التكوين. عن التكوين، عن الطبيعة. الله خلق الرجل من بطن امه قوام على المرأة. خذ عشان زوم، اكو بعض في بعض الدول مولانا من يخرج من بطن امه هو امير، ولهذا عمره 3 سنوات يقولون الامير فلان انتهت القضاء. يخرج من بطن امه هو ولي العهد انتهت القضاء. الان في الدول اللي نظامها السياسي ما هو؟ ملكي وراثي. بمجرد ان يخرج هذا الطفل من اصلا هو في بطن امه هو شنو؟ ها؟ ولي عهد هنا انتهت القضية. انتهت. هسه هذا في النظام السياسي. في النظام التكويني الله الذكر في بطن امه هو شنو؟ قوام. انتهت. ولهذا انت لا تحاول تبدله، تعال نظم البشرية على هذا النحو. مو انه تنظف نفسك على ماذا؟ على الثقافة الجديدة. ما ادري واضح صار ولا. وهذا هو النظام السلفي. السلفي ماذا يقول؟ يقول خير القرون ماذا؟ قرن من؟ قرن النبي. بعد خير القرون قرني. اذا البشرية لابد تنظم وضعها على شنو؟ على كيفية الحياة في زمن رسول الله. مو أنه الدين لابد أن يستجيب لتطورات الحياة. هو من يقول لابد تتطور أنت؟ ابقى عيش هذاك الشكل. ما أدري واضح ده، أقدر أوصل الفكرة إلى الأعزاء تشوفون هي أركز لأنه أتصل الفكرة. التفتون جيدا. وعلى هذا الأساس وقائلان بون معتقد بودن که حقوق و وظائف الزن و مرد در خانواده و در جامعه باید متناسب با اون نظام طبیعی هماهنگ شود. از طرفی هم نظام خانواده را اصلی ترین و مهمترین نظامشی ها. و من الواضح ان هذا المجتمع الصغير هو الاساس الاصلي للمجتمع كبير. فإذا أنتم تجدون أن المجتمع الكبير مدى ينتج، إذن الانحراف وين يوجد؟ في 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 المكونات. والمكونات ما هي؟ ها؟ هي الأسرة. أما في المقابل ماذا؟ در مقابل، در مقابل إن تفكر طرز تفكر ديگري وجود دارد در گذشت چندان رواجي نداشته. لماذا؟ لأن العلوم الإنسانية الحديثة كانت تشير إلى نظرية تاريخية والبعد الثقافي أو لا تشير، كانت ضعيفة ولم تكن قوية بهذا الشكل اللي الآن موجودة. ولي در عصر حاضر طرف داران الزيادي بيدا كرد است. أما في عصر في عصورنا يعني في أوائل القرن في العقد الثاني من القرن 21 لا، هناك دعاة أقوياء ومنظرون لهذا الاتجاه التاريخي لكيفية تنظيم الأسرة بر أساس إن تفكر جديد جستجوي نظام هاي طبيعي إنساني در زندگي اجتماعي وأز جملة نظام الطبيعي خانواده. هسه التفت لي جيدا، خلي أكمل هذا لأنه هذا عد يجرنا ماذا؟ يجرنا إلى النظام السياسي أيضا. هل النظام السياسي الذي الآن نقوله وهو النظام السياسي الذي كان في صدر الإسلام هذا كان تكويني؟ جذوره تكوينية لو ماذا؟ ها؟ اعتبارية.
توافقية ياهو منهن، تاريخية ياهو منهن. فإذا قلت أنه ما هو طبيعية تكوينية، إذا نفس النظام الذي طبقه رسول الله عندنا لابد شنو؟ لأنه هذا أفضل نظام. يعني كل المنظومة مالتنا شو تصير مولان؟ تبدأ تهتز، مو فقط نظام الأسرة، شنو يهتز مولان؟ ها؟ النظام السياسي. شنو يهتز عندنا؟ النظام الاقتصادي. شنو يهتز عندنا؟ نظام شنو؟ نظام العلاقات بين الذكر والأنثى. أنه ويكره أن تجلس في مكان جلست قبله امرأة بعده مكان. وهذا موجود الآن في الرأس العملي. هذا يبقى أو يتغير ياهو؟ ها؟ المرأة في ذلك الزمان كمالها ألا ترى رجلا وألا يراها. الآن شنو مولان؟ الآن نصف المجتمع أصلا تعطيلها، يعني تعطيل 50% من قوة المجتمع. يعني التقدم أنت المجتمع يتقدم لو يتأخر. وفي النتيجة شلون هذن يجتمعان؟ ألا يراها رجل ولا ترى رجل، وهي شنو؟ نصف المجتمع يجتمعان أو لا يجتمعان؟ سؤال يا أيهما قيمة أخلاقية، ذاك أو هذا؟ هذه في القيم. في النتيجة أن تسمع صوتها أو صوتها عي وعورة، ياهو منهن؟ أن تتعامل معها في الجامعة وهي زميلتك على رحلة واحدة، أو أنه بمجرد تراها سوها الشكل، ياهو منهن؟ لابد تحل هذه القضايا. أنا ما أريد أقول هسه أنت انتخب هذا أو انتخب شنو، أقول لا يمكنك أن تريد أن تبني دولة حديثة على أسس حديثة ولكن منطقك إلى الآن منطق ماذا؟ منطق السلف. ما لا يجتمعان، هذان متهافتان متناقضان. هذا الذي تجد الآن جملة من المفكرين المعاصرين يقولون الدولة الدينية بذاك المعنى السلفي يعبرون عنها شنو؟ الدولة المستحيلة، لا يمكن تطبيقها إلا أن تعطي قراءة جديدة شنو؟ للدين. ما عندي مشكلة، وهذا الذي أنا أدعو له، أنه أنت إذا تريد أن يكون الدين جاريا في كل عروق المجتمع ومدبرا لكل شؤونه، لابد أن تعطي قراءة ضمن هذه الثقافة البشرية ما وصلت إليه البشرية. وقتنا تقريبا دا ينتهي، التفتوا جيدا. يقول وعلى هذا الأساس والجملة نظام طبيعي كمبتني برس اختار بدني وروانية الزن ومرد باشاد بجاي نمي رسد، ودلائلي كبراي وجود شنين نظام هاي إقامة مي شود قانع كننده نيس. خب ما هو دليل القائلين بالطبيعي والتكويني؟ انت وجدته الشيخ المطهري يقول ذلك، ولكن يقيم دليل او لا يقيم؟ لا، مدعى فقط انه كذا، انه لا نقبل كذا. وعلى هذا الاساس ما نمي توانم از نظام هاي الثابت انساني چدر سياسات ما ويلاه مولانا، چدر اقتصاد، چدر شنو؟ انا مضيف چدر وأين أيضا في السياسة في الاقتصاد شنو؟ لا لا، أنا فقط فرد مثال أذكر، قلت لك الوقت انتهى، فرد مثال أذكر. أنتوا شايفين بأنه الآن المسلسلات التلفزيونية والأفلام كذا، هذه عندما تمثل الرجل يمثل مع المرأة أنهما شنو؟ زوج. لابد علاقاتهم شو تكون فيما يتكلم؟ شلون يتكلمون؟ يتكلمون اجنبيون عن جنب صوتها عيون معورة ويتكلم. سؤال، هذا شلون يجوز اليه؟ هذا من معطي الجواز انه انت تتكلم معها وكانها شنو؟ فانت حر، مو كانها وهي ماذا؟ فلهذا يضحكون عمي في إعلام وفي مسلسلات الجمهورية الإسلامية. بعد هذا النظام ما هو؟ هسه أنظمة غير الدينية، نقول بابو خو ذولاك لا يعرفون موازين أخلاقية ودينية، وهذه لابد أن يطبقوا ماذا؟ ها؟ الموازين في الرسالة العملية، صحيح؟
بينكم وبين الله. أنت عندما ترى مسلسل منتج في نظام الجمهورية الإسلامية ومن ممثلين كلهم مولانا هماتينا مقلدين لها المراجع، أكو موازين شرعية بيناتهم لو ما أكو؟ خش سؤال، هذا شون لو تغلق التلفزيون مالك تقول بابا بعد من انتج شنو؟ ها؟ لا أفلام ولا مسلسلات ولا أي إنتاج ما عندنا، كلنا نستورده. وإذا تريد تستورد مولانا من دول أخرى، وهذولاك يغذوك بثقافتهم لا بثقافتك. حل هاي المشكلة. هسه الأخبار بيني وبين الله تخرج محجبة كذا، وين كان صوتها عيون وعورات لابد يحلوهم. هسه أنا ما عندي، هسه أنا دا أتكلم لا في الأفلام. هم ايش قد الآن يشوفون أفلام مولانا، ايش قد يشوفون مسلسلات، وهذني كلها تحت نظر ماذا؟ الموازين. هم يقولون الموازين الأخلاقية والفقهية كلها محفوظ. شنو منا محفوظ؟ هذا بين الذكر والأنثى، هذه مو أخته، ولكن ده يتعامل معها شنو؟ ها؟ تعامل المحرم، مع أنه بحسب الواقع محارم هذول مو محارم؟ مو محارم. لا شلون يقول مريد نمثل بيني وبينها لانه تاثيره على... اقول جيد جدا، ولكن هذا توجيه شنو؟ انت قبل 50 سنة او 100 سنة او 500 سنة اللي ما عندك تلفزيون وما عندك توليد وانتاج مسلسلات وافلام، عندك المشكله لو ما عندك المشكله ما موجود. الان هاي المشكله موجوده، حلها. وعلى هذا الاساس التفت جيدا، بس دو نوع نقاه بنظامه اجتماعي، يوجد ماذا؟ اتجاهان في فهم كل الأنظمة الاجتماعية، ومن ضمنها ما هو؟ ها؟ تكوين الأسرة والجملة نظامة خانة ودقي وجود داش تأس چنانك قفتم طرز تفكر الدوم زماني بتفكر كوري زماني بتفكره نيرومان تبديل شده که نگاه تاريخي بزندگي انساني قوت پيدا کرده. اذن عندما جاء الاسلام ووضع هذا النظام لتكوين الاسرة، يعني رسول الله، يعني أئمة أهل البيت في 2.5 قرن قالوا الأسرة هذه ضوابطها، ها كيفية تكونها، لابد أن الرجل كذا، لابد أن المرأة كذا، لابد هدف تكون الأسرة كذا، إلى باقي القائمة الطويلة. هذه قضية فوق الزمان والمكان، لو مرتبطة بشروط فكرية ثقافية. فإن قلت لا فوق الزمان والمكان، إذن في زماننا لابد شنو؟ ها؟ تطبق وتراعى. أما إذا قلت لا تاريخية هذه، ثقافية هذه، إذن نحتاج إلى تنظيم الأسرة في زماننا على أسس ماذا؟ على أسس جديدة وقراءة جديدة من الدين. حال إن سؤال بيش مئايد، إذن يأتي هذا السؤال. كل فقهائنا في حوزاتنا العلمية حتى مجددون ومصلحون دا ينطلقون من الرؤية الأولى أم الرؤية الثانية؟ أي منهم؟ طبعا في كل المنظومة الاجتماعية، ها، مو فقط في مسألة الأسرة. يقول إن سؤال بيش نگاه فقیهان ما به خانواده از زاویه کدام یک از این دو طرز تفکر بوده است؟ من ای زاویه ينطلقون لتنظیم الحیات ماذا؟ الاسریه. و با کدام یک از این مفروضات به سراغ کتاب و سنت رفتن؟ اذن مع ای اصل موضوعی ذهبوا الى فهم النص القرآني؟ إذا ذهبوا بالاتجاه بالنظرية الأولى سيفهمون النص القرآني بنحو، أما إذا ذهبوا إلى النص القرآني بالاتجاه الثاني والنظرية الثانية سيفهمون النص القرآني ماذا؟ ها؟ بشكل آخر. يعني الرجال قوامون على النساء، هذه يفهمها صاحب النظرية الأولى كما يفهمها صاحب النظرية الثانية أو بقراءتين؟
وبصراغ استنباط واجتهاد رفتان. أن سؤال، هذا السؤال جواب، الجواب يقول النتائج تشخص بأي أصل موضوعي تحركوا. واضح؟ يعني من قبيل الدليل الإني. خب في النتيجة هم لم يبحثوا هذه القضية، في النتيجة يقول آثارهم تدل عليهم، آثار أرنها نشان ميدهد كونها قائل بيق نظام طبيعي براي خانواده بودان. لازم نيس راه دور برذيم، ما يحتاج من أن تروح اقرأ آثار الشيخ المطهري سترى هذا المعنى، مع أنه مصلح أو ليس مصلح. نعم مصلح ومجدد، ولكنه ينطلق من هذه الرؤية. در آثار برخي متفكران متأخر نيز هم تصويري أزرى بطميان الزن ومرد إراء شده كمورد النظر قدما بودأت. وكأنه المطهري ده يحكي له شيخ الطوسي يا هو منين؟ انتهت القضية، انتهت القضية. هسه في 5000 مسألة، 5 مسائل مختلفة، وهذا ما يأثر على المعادلة. الأصول والخطوط والبناء ما هو؟ بناء واحد. ها؟ مثلا أمهات أنش مرحوم مطهري در كتاب نظام حقوق زندر إسلام آورده وأن نظام طبيعي كإيشون تصوير كرده أس تقريبا با تصويري كجزشتقان داشتان يك سانس واحد مولانا من حيث. ولهذا احنا مرارا وتكرارا قلنا تجدهم في الاصول، في علم الاصول يصعدون ينزلون يناقشون 20 سنة 30 سنة 50 سنة مولانا الدورة الاصولية، ولكن تأتي للرسالة العملية مالته ها تجد فرقا او لا تجد فرقا؟ يعني شنو يعني شنو؟ مو ما اريد اقول لا، هذا نوع من الاجتهاد، ولكنه اجتهاد في فهم ما قاله السلف، مو اجتهاد تجديدي. يعني احسنتم، يعني هذا في اما في الفقهيه، في الفقه يقول بين هذه الاصول لابد ماذا؟ وانا هذا بشكل واضح وصريح يمكن نقلته في ابحاث سابقه عن السيد محمد باقر الصدر، يقول هناك مجموعه من الاصول ومجموعة من الخطوط الحمر، هذه لا يمكن ماذا؟ ما أسسه لنا السلف الصالح لابد يكون محفوظا. وهذا هو الذي يعبر عنه لو التفتوا جيدا، اللي طرحناه يمكن في قبل 2 3 5 ما أتذكر، اللي يعبر عنه لو التزمنا به للزم تأسيس فقه جديد. هذا متى يلزم تأسيس فقه جديد؟ أنت إذا حاولت أن هذه الأصول والمباني والخطوط الحمر شو تسوي لها؟ واحدة من هذه النظر، وهو أن علاقة أو تنظيم الأسرة هل هو طبيعي تكويني قائم على أسس تكوينية؟ إذا بنيت على هذا والله لو تبحث 1000 سنة تجتهد أنت لا تخرج إلا عما قاله ماذا؟ إلا ما قاله السلف الصالح. هسه الآن النتيجة ما هي؟ دققوا فيما أقول، النتيجة ما هي؟ وهي أنه أنت تجيب هذا النموذج، هذه الأطروحة اللي هي قائمة، اللي هي في واقعها تاريخي، فعندما تأتي بها إلى مجتمع ثقافته مختلفة، بيئته مختلفة، ظروفه النفسية مختلفة، علاقاته مختلفة، أهدافه في الحياة ماذا؟ مختلفة، وتقدم لها تقدم له تقول ها أذا تريد تشكل أسرة هذه أطروحة تشكيل الأسرة، تنسجم مع الواقع التاريخي الجديد أو لا تنسجم؟ فالنتيجة ماذا تكون؟ فالنتيجة ماذا؟ الجواب فالنتيجة إما تتهم الناس بأنهم مو متدينين كما نفعل إحنا الآن. الحوزة ماذا تقول للناس عندما لا يعملون بالرسالة العملية؟ بل تمرد ونار جهنم خلص. هو واقف نار قسيم الجنة والنار، واقف هذا جنة هذا نار، هذا جنة هذا نار، اللي يتبع جنة واللي يخالفه شنو؟ نار. هاي واحد. وإما التفتوا جيدة، وإما أن الناس يبتعدون شيئا عن الشيء ماذا؟ يقولون أن هذا الدين يصلح لنا أو لا يصلح،
فبدل أنه أنت تأتي به وتجذبه جاء بدل أن يكون للدين جاذبية يكون شنو؟ دافعية ودفع ونتنفر. وهذا هو الدليل ما أصر عليه وأدفع له ثمنا، أنه لا بد أن ننظر إلى كثير من القضايا أنها تاريخية لنقدم قراءة ماذا؟ قراءة جديدة. والحمد لله رب العالمين.